حبس بلاتي، إذا كنتي باغي تشري دي زيكوتر بلوتوث في الآونة الأخيرة، كنظن أن الإيرفون إيرلايت ممكن تكون اختيار مميز بالنسبة لك. علاش؟ حيت كتقدم أفضل قيمة مقابل الثمن ديالها اللي اقتصادي بزاف. تبع معايا الفيديو وغتفهم أكثر. إيرفون إيرلايت من أفضل السماعات اللي جربت مؤخرا صراحة، واللي كتقدم قيمة مقابل الثمن ديالها اللي أكثر من اقتصادي. بما أننا نظرنا على الثمن، غنبداو به. أول حاجة 249 درهم ممكن تاخذ السماعات اللي فيها بزاف المزايا اللي صراحة صدموني فيها. وغنبداو بأول حاجة اللي كتشوفها العين، اللي هي التصميم ديال السماعات في حد ذاته، اللي كيجي سامبل بزاف، ما كاين حتى شي تعقيدات، يعني الشكل العادي التقليدي اللي كنعرفوه في سماعات البلوتوث، مع واحد ديجيتال سكرين أو واجهة ديجيتال اللي منها تقدر تشوف حالة البطارية، واش دوك لي زيكوتور مشارجين ولا لا. بلان صراحة اللي ناضي وكنشوفوه غير في السماعات الغالي. والبلان اللي انا مأكد منه غادي يعجبك هو الوزن ديالها، خفيفة بزاف صراحة. الناس اللي كيخدموا سماعات بلوتوث لمدة طويلة، يعني تيخدمها 4 ساعات 5 ساعات وهي في ودنيه، راه ما غتعانيش من المشكل ديال ان ودنك يبقى ويضروك او لا شي حاجة، لان الوزن ديالها خفيف فكتحس بانها ما كايناش. وهادشي اللي كيبقى لي معاها حتى تنخرج للزنقة تيبان لي راني مركب ديزيكوتر بلوتوث في ودني، لان بالفعل ما كتحسش واش مركب شي حاجة في ودنك ولا لا. البلان اللي ما كتلقاش في سماعات اخرين اللي غالي واللي يقدروا يضروك في ودنك الا خدمتيهم لمدة طويلة. في الحال باش تنقولوا ديزيكوتور بلوتوث، خاصنا نهضروا على اصدار البلوتوث هنا اللي مهم بزاف. هنا عندك النسخه ديال 5.3 من البلوتوث، ماشي 5.1 او 5.0 اللي كنشوفوها في السماعات حاليا دايره فوق 1000 درهم. هنا عندك 5.3، يعني نسخه جديده بزاف من البلوتوث. وطبيعه الحال تسولني شنو غنستافد انا من الاصدار ديال البلوتوث. اول حاجه هي ستابيليتي او الاستقرار ديال السماعات ولا ديال الصوت من السماعات للتليفون ديالك، يعني ما تيكونش داك التقطاع اللي ممكن يطرا من مره لمره فاش تكون تتموسق او لا كتقصر شويه ديال الجيمين او اي حاجه، كتكون ستابيليتي مزيانه. واهم حاجه هي استهلاك البطاريه، يعني 5.3 راه باتري افيشنسي، يعني غيحافظ لك على البطاريه ديال التليفون ديالك وحتى البطاريه ديال السماعات بواحد الدرجه كبيره. بطبيعه الحال هذه القضيه راه غتكون لاحظتيها في شي سماعات اللي الاصدار ديال البلوتوث ديالهم قديم، راه غير كتكونيكتيهم مع التليفون كتموسق واحد الساعه ولا ساعه ونص، كتحس بان ليطا ديال الباتري في التليفون ديالك نقصات بزاف. بطبيعه الحال الا شريتي ديزيكوتر بلوتوث غتغدير بهم لي زابيل، حاجه عاديه بزاف. امني انا وجبت كنبغي ندير لي زابيل ديزيكوتر بلوتوث باش تسمع داك السيد اللي كتهضر معاه مزيان وما يكونش شويش والضجيج وهادشي كامل. هنا راه عندك 4 ديال لي مايك اللي ممكن تستافد منهم الا كنتي كدير لي زابيل مع تقنيه الاو ان سي اللي الغاء الضوضاء، يعني الا كنتي في شي بلاصه اولا شي مجمع اولا شي بلاصه بيبليك اللي فيها صداع بزاف، غادي تستافد من الغاء الضوضاء هنا وتولي تسمع داك الصوت ديال داك السيد اللي كتهضر معاه في لابيل واضح لواحد الدرجه كبيره. بلان صراحه اللي ناضي واللي كنشوفوه غير في سماعات ديال 1500 و2000 درهم وانت طالب. وحتى الا كنتي باغي تسمع موسيقى بواحد الجوده اللي هي واعره، فراه عندك هنا درايفرز بالحجم ديال 13 ملم واللي كيدعموا هاي فاي ستيريو ساوند، يعني حتى من ناحيه الصوت والبيس والتريبل والزدحه كما تنقولوا فراه كاينه هنا. وصراحه قارنتهم مع السماعات اللي غاليين عليهم بزاف الثمن، ولاحظت ان الصوت وجوده الصوت هنايا كاين واحد الزدحه واعره، خصوصا اللي كنتي كتسمع شي ديسك اللي فيه البيس طالع ولا شي حاجه بحال هكا، راك غادي تبرع بواحد جوده الصوت اللي زوينه هنا الصراحه. واخا هضرنا على لي زابيل، هضرنا على جوده الصوت، هضرنا على اصدار البلوتوث، شنو بقى؟ شنو هما الحوايج اللي ممكن تخدم فيهم سماعات البلوتوث؟ اهم حاجه جيم. الا كنتي من الناس اللي كيديروا لاصال او لا كتخرج تجري او المهم كدير شي رياضه من الرياضات، بطبيعه الحال راك كتعرق، وهنا الا كنتي داير لي زيكوتور باش تسمع الموسيقى في ديك الرياضه اللي تدير تقدر تلقى مشكل. هنا راه عندك اي بي اكس 7 او لا الريتينغ ديال اي بي اكس 7، يعني مضاد للعرق ورشات المطر وداك الشيء كامل، يعني الا كنتي كدير شي سبور ومخدم هاد لي زيكوتور كتموسق بهم راك ما تخاف من حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي مشكل، واخا يتقاصوا بالعرق واخا يتقاصوا بشويه د الماء ولا شي رشه د الماء ما كاين حتى شي مشكل، غادي تخدم بهم عادي جدا، غتسالي غديرهم في الكيس ديالهم بحال لا ما عمر طرا شي حاجه. ايه وباش ما ننساش واحد الميزه هنايا صراحه عجبتني، لقيت راسي كنخدمها كل نهار فوق ما تنخدم السماعات مع التليفون، اللي هي التاتش كنترول، واللي انا صراحه تقدر تقول هي معكاز ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن من الناس اللي فاش تيكون تيتموسق او لا داير شي ابيل ما تيبغيش يجبد التليفون باش يغير الموسيقى او يزيد في الصوت او لا شي حاجه بحال هكا. البلان صراحه اللي عجبني في هذه السماعات هو كاينه الميزه ديال التاتش كنترول، يعني غير بكليك وحده او لا جوج ديال لي كليك او لا تكليكي ضغطه مطوله غتغير الموسيقى، غتزيد في الصوت، غتنقص في الصوت، يقدروا الناس يشوفوك يقولوا حمق، ولكن راه المهم تبقى تكليكي بحال هكا راه كدوز الموسيقى، تقدر ترفع الصوت تنقص الصوت، وبزاف ديال الاوامر اللي ممكن ديرهم بميزه التاتش كنترول. ايه دابا وصلنا لاهم حاجه هنا هي البطاريه، واللي انا اهم حاجه كنركز عليها صراحه من سماعات البلوتوث. ما كنبغيش دوك لي زيكوتور اللي غدوز لك ساعتين وغديشارجا، خاص كل مره تبقى تشارجي كتحس بانك سير خدم لي زيكوتور ديال الخيط احسن من انك تخدم البلوتوث. هنا صراحه البطاريه نقطه قوه ماشي نقطه ضعف، عندك هنايا تقدر توصل حتى ل 25 ساعه باستخدام العلبه، يعني بطبيعه الحال بالكيس بوحده الا كانت مشارجيه 100% غتعطيك 25 ساعه ديال الاستخدام اولا 5 ساعات الا هضرنا على السماعة
السماعات في حد ذاتهم، يعني الا خدمتي السماعات بوحدهم يعطيوك 5 ديال الساعات من الاستخدام المتواصل. طبيعة الحال رقم اللي ماشي كبير بزاف، ولكن من ناحيه ديال الثمن فراه كنظن انه رقم واعر، يعني 5 ساعات وانت كتموسق عاد ديشارجا ليك وتعاود ديرها في الكيس وغتعطيك 25 ساعه اخرى وانت كتشارجي وديشارجي. صراحه بالنسبه للثمن ديال 249 كنظن انها صفقه اكثر من رائعه، يعني بالنسبه للناس اللي تيقلبوا على سماعات بلوتوث في الاونه الاخيره فهاد الحدود ديال 200 درهم 300 درهم ايرفون اير لايت كنظن انها افضل تجربه جربتها مؤخرا في سماعات بلوتوث اقتصاد. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد، دمتم في امان الله. تهلاو.